بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذ اليوم الحصة الرابعة في إطار مبرهنة بيتاغور. إذ اليوم بعد ما شفنا المباشرة والعكسية ثم درنا واحد التطبيق حاولنا نوظفوا فيه الخاصيتين المباشرة والعكسية في الان واحد، اليوم كنطرقوا لواحد التمرين آخر هو عبارة عن احتوى تيوريم إن صح التعبير، توا نعتبره كخاصية واللي كنسميوه خاصية العلاقات المترية غولاسيو ميتريك، اللي غادي نحاول نوظفوا فيها هاد بيتاغور مبرهنة بيتاغور المباشرة. إذا حنا بدينا بيتاغور مشينا لهاد العلاقات المترية. إذا كاين الحالات غادي في الحصة غادي نخص لهم حصتين، كل حصة على حدة، غادي كيفاش نبحثوا على هاد العلاقات المترية اللي هما مهمين جدا، كتستعملوهم في كتلقاهم في الحالات اما بالهندسه المتجهيه ولا في تمثيل الاعداد اللاجذريه. اذا المهم هو مهمين جدا وقد تصادفونهم في تمرين ما. اذا هما كمعلومه كتعلمات تكون عندكم، لهذا غادي دائما في اطار ما يسمى باكساب التعلمات للتلامذ. اذا هنا خص تعرف وفي نفس الوقت تنفتح على مجموعه من التعلمات الاخرى. وظفوا بيتاغور باش نلقاو هاد العلاقات المتريه ما يسمى بالرولاسيون ميتريك دوز ان تريونغل ريكتونغ، وغادي نشوفوا فين ما عندناش بيتاغور. بون غادي نستعملوا لي تريونغ سومبلابل او ما يسمى باستعمال حالات تشابه المثلثات، المثلثات المتشابهه وحالات تشابه المثلثات اللي كنسميوها بالفرنسيه اللي كادو سيميليتي. كاين هذه الحاله وكاين الحاله فين غادي نستعملوا كذلك لي ريلاسيون تريغونوميتريك لي كوسينوس ولو سينوس، يعني نستعملوهم باش نلقاو هذه. ومن بعد نستنتجوا بيتاغور، نستنتجوا بيتاغور انطلاقا من هذه العلاقات المتريه. اذا غادي ندير واحد العمل عكسي. دابا عندنا بيتاغور غادي نفيريفيو هذه لي ريلاسيون، وما عندناش بيتاغور غادي ننطلقوا بهم نستعملوا تعلمات اخرى اللي هي اما المثلثات المتشابهه ونلقاو هذه، واما نستعملوا العلاقات لي غولاسيون تريغونوميتريك ونلقاو هذه، وما غادي نفيريفيو لو تيرام دو بيتاغور. داكور. اذا نبداو على بركه الله. نقرا التمرين. ا بي سي تان تريونغ ريكتونغل او ا اي ا اش لو بي دو لا هوتور ايسي دو ا ديمونتري هاد لي 5 ريلاسيون، وهذو كنسميهم لي ريلاسيون ميتريك العلاقات المتريه في مثلث قائم بزاويه. اذا هنا عندنا خمسه ديال العلاقات. غادي نبداو بهذه، نبداو هذه العلاقه الاولى ا اش و سي 2 ا اش كاري تيغال اش بي فوا اش سي. بيان دونك هنا غادي نوظفوا مبرهنه بيتاغور. اذا عندنا المثلث قائم الزاوية في ا، إذن هنا انونغ دروا، وهذه لا هوتور ايسي دو سومي ا، دونك هنا غادي يكون عندي انونغ دروا، وبالتالي غادي نحصل على عدة مثلثات قائمة الزاوية. بريمير كيستيون، إذن غادي نقول مونترو كو ا اش او كاري تيكال اش بي فوا اش سي. إذا هنا غادي نستعملو بيتاغور. إذا دون لو تريونغل ريكتونغل ا بي اش او اش، دونك قلنا ا بي او كاري ايتيغال ا بي اش او كاري بلوس اش او كاري. إذا لو كاري دو ليبوتينوس ايتيغال ا لا سوم دي كاري دي لونغل دروا، دي لونغل ديال لي كوتي ديال لونغل دروا. دو ميم دون هاد لو تريونغل ريكتونغل لي هو اش اش سي، دونك لو تريونغ ريكتونغ ا سي اش اون ا بيان دونك ا سي او كاري. اذا دون لو تريونغ نعاود دون لو تريونغ ريكتونغ ا سي اش اون هذا ا سي او كاري ا سي او كاري تيغال ا اش او كاري زائد اش بلس اش سي او كاري. J'ai obtenu deux égalités. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter
membre, les deux égalités, membre par membre. Donc je vais trouver AP au carré plus AC au carré est égal. BH carré, donc on a AH carré plus AH carré égale 2AH au carré plus BH carré plus CH carré. Bien. Donc, c'est AB carré plus AC carré. Donc, on a maintenant, je vais dire ABC triangle rectangle. Donc, d'après Pythagore direct, la propriété directe de Pythagore, on a BC carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ou maintenant, on va dire que c'est AB carré est égal à BC carré moins AC au carré. De même, AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. Donc, il y a deux réductions. Bon, il y a deux réductions. Fakat, من هذه العلاقة ديال بيتاغور. طيب. إذن غادي نعوضوا AB كاري بلس AC و كاري غادي نعوضوها ب BC و كاري اللي قلنا لو تريونغ ABC اي ريكتانغ دونك هنا لا سويت دونك غادي يعطيني BC و كاري ايت ايغال 2H و كاري بلس هاد BH كاري بلس CH و كاري لاحظوا معايا هنا للتذكير مثلا عندي a au carré plus b au carré. Ready? Il y a a plus b au carré moins 2ab. 2ab. Donc il a développé les identités remarquables ou les égalités remarquables a au carré plus b au carré plus 2ab. Moins 2ab. Donc il a développé deux AH au carré, donc BH au carré plus CH au carré, parce que nous avons BH plus CH, le tout au carré, moins 2 fois BH fois CH. Et donc, il y a l'éternel, A au carré plus B au carré est égal à A plus B au carré moins 2AB, il y a l'éternel. Donc, هاد B au carré, quand on a dit BH au carré plus CH au carré, est égal à BH plus CH moins de BH ou CH. Donc, il sait oui. Donc, on a toujours, on va dire, monsieur, par équivalence. Donc, BC au carré est égal. Est égal à quoi? On a 2H, 2AH au carré. BH plus CH, je vous en dis, BH plus CH qui est atteint BC. Donc, il est atteint BC au carré. Moins 2BH fois CH. D'accord? Donc, il y a qui est BC carré là ou BC carré là. Donc, on peut simplifier. Donc, on a simplifié le l'un mourir. Donc, il y a dit, tu me suis dit. Donc, je vais dire que je vais dire que هاد 2h كاري غادي نرجعها لهنا تولي موان 2h او كاري ايتيغال وهذه تبقى في لو كوتي ديالها ادروات موان bh ch. اذا شفنا واحد ليغاليتي الى بغينا نبدلو طرف واحد الحد الطرف الاخر نبدلو لكن نغيرو الاشاره اللي كتسبقو. دونك هنا مو هنا مو دونك هنا غادي ممكن تولي عندي بلوس. Donc 2h au carré est égal à 2bh fois ch. On a simplifié à autre de 2, on dit la multiplication. Donc on simplifie à autre et on a ah au carré est égal à bh fois ch. On dit l'oléa état. La relation l'oula, qui va être la route, t'as récal les chutes. دابا غادي نمشيو للعلاقه الثانيه. دونك فوا مونتري كو ا بي كاري تيغال اش بي فوا بي سي. دونك هنا شنو غادي ندير؟
غادي ناخذ هذا لو تريونغ ا بي اش اللي هو ريكتانغل او اش، وغادي ناخذ لو تريونغ الكبير اللي هو ريكتانغل كذلك ف ا دون لو سومي ا بي سي. دونك هنا دون لو تريونغ ريكتانغل اون دونك بيتاغور تبقى لبيتاغور ان ا بي او كاري ايت ايغال ا بي اش او كاري بلس ا اش او كاري. Dans le triangle AB, rectangle ABC, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, comme on a écrit ici. Donc, je vais numéroter les égalités, numéro 1, numéro 2. Donc, je vais retrancher les membres de les deux égalités, membre par membre. Donc, je vais dire 2 moins 1. Moins AB carré, donc là, je vais éliminer AB au carré, donc AB carré plus AC carré moins AB carré, donc AB au carré moins AB au carré c'est 0, on va dire AC, donc là, je vais atteindre, AC au carré est égal, ou là, on va atteindre BC carré moins BC carré, atteindre moins BH au carré moins AH au carré. Il y a un DNA entre parenthèses B plus C, donc on va dire moins B moins C. On continue. Donc on va dire AC au carré est égal à BC au carré moins PH au carré moins AH au carré spéclé القيتها في لا رولاسيون غادي هنا نحتاج هاد لا رولاسيون دونك لي ديجا فيريفيي دونك اش او كاري تيغال اش بي فو اش سي دونك غادي نعوضها ب اش بي و اش سي اش بي و بي اش بحال بحال دونك يساوي هنا غادي نمشي ا سي او كاري دونك هنا سينيفي ولا امبليك اي تيغال هنا بي سي او كاري موان بي سي. اذا هنا غادي نعطيكم هذا المثال موان بي كاري، ربما كتجيكم شويه صعيبه للفهم، موان بي كاري موان بي سي. اذا الا بغيت نفاكتوريزي هنا شنو غادي ندير؟ بون هنا كاين جوج حوايج، اما غادي ندير من الاحسن نفاكتوريزي موان بي، موان بي فوا بي، موان بي فوا بي صافي موان بي كاري. وهنايا غيتعطيني بلوس سي موان بي بلوس موان اللي شفنا لي ريغل دو سين في الحصص اللي دازت موان بلوس سي موان. دونك الى ديفلوبينا هاد ليكسبرسيون او هاد البرودوي غادي نلقاو هاد لا سوم ولا هاد ليكسبرسيون اللي عندنا. اذا هادشي اللي غادي ندير هنا بي اش فوا بي اش، اذا بي اش فوا بي اش بي اش كاري، وهنا غيعطيني بلوس اش سي. Donc là, j'ai choisi BH comme facteur commun. D'accord? On peut l'arrêter. Donc, on va dire que AC au carré est égal à BC au carré moins BH fois. On a multiplication. Donc, BH plus HC, là, j'ai un autre chicken. BH plus HC ou BC. دابا عندي هنا ولا عندي موان بي اش فوا بي سي، وهنا عندي بي سي كاري، دونك غادي تعطيني عاود ا سي او كاري ايت ايكال، وحتى هنايا كتلاحظوا هنايا عندي مثلا بي كاري موان بي سي، دونك غادي تعطيني هنا غادي ندير بي فاكتور دو بي موان سي، هي اللي غادي ندير هنا، دونك بي سي فاكتور ديال بي سي موان بي اش. BC fois BC carré moins BH. Et là, j'en ai BC moins BH, j'ai atteint CH. Donc, j'ai atteint AC au carré est égal à BC, ou j'ai dit BC moins BH, BC, je vois là, BC moins BH, j'ai atteint CH.
وبالتالي لقيت الاكسبرسيون اللي عندي هنا. نورمالمون عندي هنا خصني نلقى ا بي كاري ايكال اش بي بي سي، لكن هنا مشينا بهذا الريزونمون هذا ولقينا سميتو لا ديمونستراسيون ديال لا تروازيام بروبريتي اش سي كاري ايكال اش اش سي فوا بي سي ولا سي اش، دونك اش سي اش ولا اش سي بحال بحال. لكن في نفس الوقت دونك هنايا عندي ا بي كاري فوا اش بي فوا سي، دونك هنا 2 اي 3 لا كيستيون 2 اي 3، وهنا غادي نزيد ا سي كاري ايت ايغال ا بي سي فوا سي اش. هنا غادي نستغل هذه السي كاري باش نبين هاد الاولى اللي خصني في الاول اللي خصني ندير بها. دابا مشينا بواحد الريزونمون وخرجنا بهذه، ماشي مشكل. هاد السي كاري ها هي عندي هنا السي كاري هي بي سي كاري موا ا بي كاري. غادي نجيب هاد الرولاسيون اللي عندي هنايا السي كاري ايتيغال بي سي كاري موا بي اش فوا بي سي. داكوغ، دونك هاد ا سي كاري هي لقيناها قبيله هنا هي بي سي كاري مو ا بي، دونك غادي نعوض هادي بي بي سي كاري مو ا بي او كاري ايتيكا ا بي سي كاري مو بي اش فوا بي سي. فوالا، دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نسامبليفي بهادي بي سي كاري مع بي سي كاري تمشي، ويتبقى لي هنا مو ا بي كاري ايتيكال ا موان بي اش فوا بي سي. وبالتالي غادي يولي عندي هنا ا بي كاري ايتيكال ا بي اش فوا بي سي. دونك كل الطرق تؤدي الى روما. اذا كان عندنا نديرو ريزونمون اخر، دابا خرجنا في هذا الريزونمون، معليش ثم نديرو الاطار على فوالا. اذا بينا لا بروبريتي 2 اي 3 في نفس الان. دابا غادي نمشيو لا كاتريام بروبريتي. إذن أعزائي التلاميذ، غادي نحاولوا نبينوا هاد لا رولاسيون ا بي فوا سي ا بي فوا سي، إلى لو برودوي ديال هاد لي لونغور ديال لونغ دروا ايتيكال ا اش لا هوتور فوا ليبوتينيس. دونك هنا عندي جوج ديال الطرق باش نبين هاد لا رولاسيون، عندي جوج ديال الطرق. إما نولي نستعمل دوك لي رولاسيون اللي درت في الأول، وإما غادي نستعمل طريقة أخرى ديال لي سيرفاس لي زير. اذا لا سيرفاس ديال واحد لو تريونغ اللي هو اس ا بي سي ايتيغال لا باز فوا لا هوتور ديفيزي بار دو. اذا بشكل عام هي هاد. دونك هنا لو تريونغ ا بي سي غادي نلقاه بطريقتين، اذا اس ا بي سي ايتيغال، إذن غادي نعتبر AC كوم باز اي AB كوم هوتور. دونك غادي يعطيني AB فوا AC ديفيزي بار دو. داكور، ثم غادي نلقى عاود نفس المثلث المساحة ديالو، غادي نلقاها بطريقة أخرى. غادي نعتبر AH ك هوتور، والقاعدة هي BC، لا باز هي BC اللي هي ليبوتينوس ديفيزي بار دو. دونك لا سيرفاس دان تريونغ il est unique، دونك ما غاديش نلقاو جوج مساحات. ارض عندها واحد المساحه، ما عندها جوج ديال المساحات، دونك هذه هي هذه. وبالتالي بار كونسيكو بون الى هذه 1 ونديرو هذه 2، اذن 2 1 اي 2 1.
إذن غادي يعطيني AB و AC ديفيزي بار 2 إتيغال AH و BC ديفيزي بار 2. Par conséquent, on a AB fois AC est égal à AH fois BC. Donc une division simplifiée par 1 demi. On le cas, la relation numéro 4 que tu vois. L'autre méthode, on va dire que c'est la même chose. On va dire que AB fois AC au carré est égal. Je vous mets bien. AB au carré. Regardez, A au carré fois B au carré. Là, une puissance d'un produit. Quoi toujours d'un. Regardez, AB au carré fois AC au carré. Bon, multiplication. Donc, on a un AB carré, il y a HB, il y a HB fois ABC, multiplié par AC au carré, il y a HC fois BC. Une version va dire HB fois HC. Ou BC. Et dans la multiplication, elle est associative, donc je peux transformer ce produit par celui-là. Et que ce mytho, nous avons l'arbia, il y a un verbe de jmei, il y a un verbe de jmei, il y a un verbe de jmei, il y a un verbe de jmei. HB fois HC, il y a un verbe de jmei, il y a un AH au carré. Donc il y a un AH. Au carré, on a à fond BC fois BC, ça fait BC au carré. Voilà. D'accord. Est égal, donc on a HB fois HC, ou BC fois BC, on a dit que c'est pas. Donc on a HB fois HC, il y a la relation de 1, on a HB BH au carré, ou on a dit que c'est. دونك قبيله مشينا من هنا لهنا دابا غادي نرجعوا اذا غادي نطبق هذه قبيله مشينا من هنا لهنا دابا هذه دابا راني هنا ا او كاري فوا بي او كاري ايتيغال ا اش فوا بي سي لو تو او كاري دونك لاحظوا هنايا دابا غادي عندي ا او كاري ايتيغال بي او كاري الا كانت عندي ا و بي موجبين سون بوزيتيف دونك هنا نقدر ندير ايكيفالونس ا ايغال بي دونك هنا ا بوزيتيف بي بوزيتيف دونك هنا شنو غادي نستنتج هنا بان ا بي فوا سي ايت ايغال ا اش فوا بي سي فوالا وندير حتى هي ندير اطار هنا هي نفس هذا اللي لقيت هنايا وهنا لقيت هنا استعملنا لي زير لي سيرفاس وهنا استعملنا هاد لي ريلاسيون اللي درنا قبل داكور اذا دابا نمشيو لاخر علاقه اللي هي 5 دونك هنا عندي اون ايغاليتي باش نبينها باش تكون هاد ليغاليتي فيريفي خصني اما ننطلق من هنا من الاول نمشي للثاني او من الثاني نمشي للاول بحال بحال دونك هنا ممكن نمشي من الاول نستعمل هذا لو راسيو رقم 1 ومن بعد غادي نطيح في هاد لي كا هذا اون ريدويزون لي دينوميناتور طيب ولا نمشي من هنا نمشي من هنا ونطيح في هذه دونك بون انا غادي نمشي بهذه 1 على ا بي او كاري بلس 1 على ا سي او كاري دونك هنايا شنو هو الدينوميتر كوما هنا هو ا بي كاري فوا ا سي او كاري وهنا الفوق غيتولي عندي ا سي او كاري بلس ا بي او كاري دونك انا نذكر الكلام ديالي ب ا على بي زائد سي على تي دونك الى بغيت ريدوي نحسب هذا لو دينوميتر كوما هو بي فوا تي وهنا دي فوا ا دي بلس بي فوا سي هي اللي درت هنا دونك هنا
A b carré plus AC carré large à tenaya. Et bien, le cas d'un dit AB carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Il y a un ABC moutlet khaïm zoïm fi A. Ou t'as dit que le Pythagore est bohé. Donc, il s'est oui. Et bien, on a dit que le Pythagore est un ordre à tenir BC au carré. Ou on a le tête AB carré hier. A dit que c'est la relation qui est sabiqan. Donc, HB fois BC multiplié AC carré hier. HC fois BC. وغادي يعطيني نفس الشيء هنا الفوق بي سي كاري وهنا بي سي فوا بي سي غادي يعطيني بي سي كاري فوا اش بي فوا اش سي اش بي فوا اش سي اي تيغال اذا هنا غادي نختزل عندي لا ميتيبليكاسيون دونك هنا غادي يعطيني واحد الفوق والتحت غيتبقى لي اش بي فوا اش سي وهذا اش بي فو اش سي تبقى العلاقه رقم واحد هي واحد على اش او كاري دونك واحد على اش او كاري ايت ايغال واحد على ا بي او كاري بلس واحد على ا سي او كاري ثم نكادري لو ريزولتا. اذا نتمنى اعزائي التلاميذ تكونوا استوعبتوا هذا الشيء، حاولنا قدر الامكان نجتهدوا. إذن أعدكم في الحصة القادمة غادي نلقاو هاد لي ريلاسيون ميتريك بطريقة أخرى باستعمال لي بروبورسيون اي لي زونكل سون لي تريونغ سومبلابل اي اون ميم تون اون فا يوتيليزي دون اون فا ايسيي دون زين اوتر سيونس كومون مونتري سي ريلاسيون ميتريك افيك لي ريلاسيون تريونوميتريك. يلا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع الزملاء ديالكم. يلا تحياتي.